خلينا بس نعرف الأول إيه ما هو مصطلح الآثار النوبية. مصطلح الآثار النوبية ده مصطلح هيولي، يعني هيومي كده وغامض وحاجة كده. إنما في فرق بين الآثار الموجودة على أرض النوبة والآثار النوبية. الآثار النوبية اللي إحنا لو نقصد الآثار النوبية، فالآثار النوبية أغلبها غرق تحت مياه بحيرة ناصر أغلبها. وما تبقى الاثار اللي بناها تحتمس الثالث ورمسيس الثاني اللي هي دلوقتي انقذت او تم انقاذها عن طريق اليونسكو، وهي دي اللي طبعا النوبيين معتزين بيها لانها موجوده على ارضهم بتاعتهم يعني. فاللي موجودين من السد العالي لحد الحدود المصريه السودانيه وحوالي 15 معلم، يمكن سابق للسد معبد فيلا، لكن بعد كده في خمس مجموعات اثريه مجمعين فيها الحاجات اللي انقذوها. مجموعه كلبشه ودي ورا السد مباشره ب 2 كيلو كده، في معبد كلبشه ومعبد بيت الوالي ومعبد الدر ومعبد بيت الوالي ومقصوره قرطاسي ومقصوره دودون، ودول مجموعه واحده، ودول كلهم اغلبهم عصور يونانيه رومانيه فيما عدا معبد جرف حسين، بقايا معبد جرف حسين ومقايا معبد الـ بيت الوالي، دول يخصوا رمسيس. بعد السد العالي، السد العالي مش الخزان، السد العالي. والمجموعة التانية اللي تليها على طول مجموعة السبوع اللي فيها السبوع والدكة والمحرقة، وبعد كده عمدة والدر ومقبرة بنوت، وبعد كده في بقايا قصر إبريم قبل أبو سمبل بستين كيلو، وبعد كده بدأ ننتهي بمعبدية أبو سمبل اللي هما أهم حاجة في مشكلة المعابد دي، انها لا توضع في برنامج سائح لوحده. يعني انا المفروض احطها في برنامج لوحدها عشان السائح يخش لها بس على المنطقه دي، المنطقه دي ممكن يتحرك ويزور المعابد دي ويحصل رواج سياحي في المنطقه دي. حاجه الحاجه الاغرب انك انت لازم تعرفي معبد ابو سمبل مش على البرنامج السائح، يعني هو اختياري، يعني هو يجي ابو سمبل يجي اسوان فيزور اثار اسوان، بعد ما يخلص ممكن الشركه تقول له روح تروح معبد ابو سمبل، يقول لا اروح معبد ابو سمبل. فده اوبشنال بيسموه في برنامج السائح مش على الخريطه، ودي من الحاجات العجائب. يعني معبد زي ده الدنيا كلها عارفاه وعالمي وكل حاجه، وانت في الاخر مش حاطاه على برنامج السياحه. الحاجه برضو اللي عايزه اناقشها في معابد النوبه انه الطرق ليها دلوقتي مغطاه بالرمال، يعني انت سبتيها فتره 5 سنوات طبعا وتعرضت لبعض الاهمال، وبرغم ان دي فيها مشكله هقول لك عليها، في قطاعين دايما في ازدواجيه في السلطات على المعابد دي، فالرمال غطت الطرق، فالمفروض انت تنظفي الطرق دي عشان الناس تساعدها في انها تزور الاثر. وطبعا انت عارفه المراكب السياحيه واقفه، فبالتالي ما فيش حاجه مراكب بتشتغل عليهم، يبقى احنا نهتم بالطريقه ده. انما مشكله التعارض السلطات، ودي من الحاجات الغريبه، يعني انت بتروحي معبد فيلا تلاقي انه ده ملك لصندوق النوبه ملكه، ولكن قطاع الاثار المصريه يشرف عليه، ففي ازدواج سلطات فيه في الحته دي. معابد النوبه اللي ورا السد دي كلها المفترض انها تتبع لصندوق النوبه فيما عدا معبد ابو سمبل، لكن الاثريين الموجود عليهم من صندوق النوبه مش من فازدواج السلطات ده ممكن يعمل لك ازمه. مين صاحب المسؤوليه؟ مين اللي هيتحمل مسؤوليه المكان فيما لو حدث حاجه بتعمل ازمه؟ معبد ابو سمبل طبعا الارض ملك او المعبدين ملك القطاع الاثار المصريه، لكن في جزء منه لصندوق النوبه. عشان كده لازم الوزاره تعمل حل للازمه دي قبل ما تتفاقم، انه يا اما يتبعوا صندوق النوبه كليه بحذافيره، يا اما يتبعوا قطاع الاثار المصريه كليه وتتحمل المسؤوليه. انما دي المعابد دي مهمه جدا، معابد النوبه، ولازم الدوله تتوجه. على فكره جزء من حل القضيه النوبيه في المعابد، يعني القضيه النوبيه اذا كانوا بيفكروا انه في نسبه بطاله موجوده في تهجير النوبه، فما ممكن يجمعوا البطاله دي ويقيموا حوالين المواقع الاثريه، يعملوا مشاريع سياحيه، يعملوا قرى، يعملوا مزارات، يعملوا، هتبقى في رواج سياحي، وباشتغل البطاله اشتغلت، وهتبقى حلت جزء من المشكله النوبيه ده لو بيفكروا ان هم يحلوها. يعني مثلا عن الاثار النوبيه اللي تم سرقتها او اللي تم، لا سرقتها دي ما برضه مش هتقدر تحصي حاجه، السرقه دي ما بتقدريش تحصيها. اهم المعابد اللي تم، انما في معابد بره اهديت، في معابد اهديت للدول التي شاركت في عمليه الانقاذ. يعني معبد اللاسيه
ومعبد داوود في اسبانيا، معبد دندور في امريكا، معبد اللسيف ايطاليا، معبد طافة في هولندا. كل دي معابد نوبية خرجت اثناء الانقاذ وهديت الى البلاد دي.